بونجور، اسمي شيماء عمراني من المغرب، وانا مسابقة رابحة بمسابقة ولا على الفيسبوك، وانا ربحانة رولوكين، وراح التقي بالمسابقة المشهور توني مونديلاك، وانا متحمسة كتير تاخد هاي الجولة الحلوة كتير. هاي كيف شيماء؟ كيف الحال؟ مبروك. الله يبارك فيك. شو ممكن كيف السفرة؟ حلوة. اوكي حنعمل تريتمنت بولا برو سيريز. اوكي. هلا بنستعمل لك شامبو والماسك تبعهم. بنعمل لك ريلوكينج. بنعمل كلر، بنعمل هير كات. شو على بالك؟ حابة تغيري شيء باللون؟ طيب نحن حنعمل ريلوكينج اليوم. رح نشتغل شوي بالكلر. اوكي. رح نعمل شيء اسمه ساين داي. ساين داي. حنعمل كالرينج بس تون سيرتو دلف شعرك من جوا، هنخليه هون دارك، هنخليه غامق، هنخليك تحت افتح شوي. اوكي موضه شوي هيدي. ما هنعملها كثير فاشن، هنعملها مور ناتشرال لانه شعرك غامق. اوكي اوكي كثير بهي التجربة الحلوة اللي قضيتها هون بلبنان وبالاخص ببيروت، وبدي اشكر ويلا وبالاخص توني المونديلاك على التصفيفة الحلوة اللي قضيتها لي، وبشكركم كلكم. شكرا.